بس معظم المحاضرة هتكون هي البوست ارست كير. انا غيرت بس في الاول مبدئيا وات ويل خليناها وات شود بعد النولج اللي انت اخذتها. اول حاجه هتعملها ايه حضرتك بعد ما تشوف ان ريسبونسيف بيشنت؟ تشيك بالس بريسنج كومبريس ولا كول الامرجنسي ولا بريكورديال سامب ولا الاير واي؟ متفقين على ايه؟ كول فور هيلب. تمام، ودي الجايد لاين بتاعت 2015 بتقول لك ان الهيلث كير بروفايدر ماست كول for nearby help upon finding the victim unresponsive. بغض النظر unresponsive يعني ايه، with pulse without pulse without pulse breathing اي حاجه، unresponsive patient emergency. لكن هو بيقول لك ان ايه you should continue with breathing and pulse simultaneously، يعني do multiple task at the same time، خليك تعمل كذا task في at the same time. دي الجايد لاين دي متحدثه سنه 2015 وفي متوقع ان شاء الله ممكن تتغير اصلا دي بتاعه 2020. تمام، لكن في الغالب الكور بتاع السي بي ار في الغالب مش هيتغير كتير. تمام، وات از ذا بيست نيكست ستيب ان مانجمنت لما تشوف العيان ان ريسبونسيف وما فيهوش بلس هتعمل ايه؟ طبعا انت هتشيك البلس والبريسنج سيمتينيوسلي. تمام، وادي ده الامفيسس مره ثانيه انك لازم تشيك البلس والبريسنج او كنت بتعمل ريستريشن في حريق او ما الى ذلك. طبعا تشيك سيفتي لنفسك في الاول، خصوصا واحنا في الظروف اللي احنا فيها ديت، لو ما فيش بينك وبين البيشنت بارير او ما الى ذلك كنت شاكك ان هو يكون في مشكله كوفيد او ما الى ذلك، تشيك سيفتي الاول لنفسك. بعد كده برضو ادي الامفيسس مره ثانيه، اف ذا بيشنت از ان ريسبونسيف شاوت اكتيفيت، شاوت اكتيفيت اول حاجه، شاوت اند اكتيفيت. بعد كده البيشنت هتشوف الايه البريسنج والبلس سيمتينيوسلي، بنركز على ده انك تعمل مالتيبل تاسك ات ذا سيم تايم. هيطلع لك العيان من ثلاث حاجات، لا اما العيان عنده نورمال بيسنج اند بالس، في بالس وبيسنج هتعمل مونيتور لحد لما تيجي الامرجنسي، او ان البيشنت ما فيهوش بريسنج لكن في بالس هتعمل بريسنج ريسكيو بريسنج. وطبعا ده زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اير واي اوبننج ومينتنس وما الى ذلك. طبعا مش هنعد الكلام ثاني، احنا خلينا في العيان اللي هو ايه وزاوت بالس. لو نفترض ان العيان مزاوت بالس هتبتدي ايه تشيست كومبريشن الاول. اول حاجه هتتعمل chest compression، airway opening، breathing، risk of breathing، mouth to mouth، دي حاجات ثانويه. اول حاجه chest compression، خلاص العيان pulseless start chest compression بالريشو دي من 30 compression و2 breathing. طب نفترض انه انت شاكك انه العيان يكون فيه infection او فيه مشكله في او انت ما عندكش خبر انك تعمل ventilation او ما عندكش barrier انك طبعا يعني في الغالب مش هتعمل ماوس تو ماوس بريسنج. يو كان يوز يور هاندز اونلي، يوز يور هاندز اونلي كومبريشن بس لحد لما تيجي ايه لما تيجي الامرجنسي. في سي بي ار اسمه تشيست كومبريشن اونلي سي بي ار. لو انت مش عارف تعمل فنتليشن العيان ممكن يعيش. تمام، طبعا لو جت الاسعاف بسرعه يعني او الامرجنسي ميديكال سيستم ممكن. يو كان يوز يور هاندز اونلي تعمل تشيست كومبريشن لحد لما يجي لك الاي اي دي. تمام، يبقى ستارت سي بي ار بهذه الريشيو وتستعجل طبعا انك يجي لك الاي دي كور فور هيلب ستارت تشيست كومبريشن لعيان بالسلس بالترتيب دايركت. يكون الكلام ده كله ريفلكس، كول فور هيلب ذن ستارت تشيست كومبريشن. تمام، تشيست كومبريشن مش هنعيد برضو الكلام تاني زي المره اللي فاتت. يفضل انك انت ايه تاخد الموفمنت بتاعتك من الهيب عشان ما تتعبش وتكون بيربنديكولار، ودي الهاي كواليتي سي بي ار علشان تحفظ الاورجن من الجلوبال اسكيميا، الاورجنز من خصوصا البرين زي ما هنشوف في البوست ارست كير اللي هيحصل في ايه. الليسته دي انا كنت كاتبها في المحاضره اللي فاتت، لكن انا هعمل انفيز بس على ايه، على هاو تو مينيمايز الانتربشن اوف تشيست كومبريشن. رقم واحد تشيك البلس داش وكمان البريسنج في اقل من 10 سكندز. ركز معايا، لو انك حضرتك ما حسيتش البلس انت شاكك، اسيوم ان العين بلسلس. رقم اثنين، لو انت كنت بس وان ريسك يور بس، يعني انت حضرتك الريسك يور الوحيد لهذا العيان، اسف، هتعمل ايه؟ اول حاجه يور ايم فور از ايرلي ديفايبريشن، يبقى هتكول فور هيلب، وبعد كده هترجع للعيان تعمل تشيست كومبريشن. امتى تعمل انتربشن؟ معلش السلايد دي كانت انيميتد لكن للاسف جت على السلايد. امتى هتعمل تستوب فقط في التشيست كومبريشن؟ امتى هتستوب التشيست كومبريشن؟ في حالتين فقط. اول ما الاي اي دي اللي هو الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريليتور قال لك تشيك فور ريزم،
هو اول ما تحط البادز بتاعته على التشيست هقول لك تشيك ريزم، تروح انت واقف، لانه انت اي موفمنت في التشيست ساعتها هو ايه هيعتبرها ان هي اي في اف او ما الى ذلك، فهتبقى مس انتربريتد منه. فاول ما يقول لك ايه ريزم تشيك او تشيك فور ريزم وات ايفر الديفولت بتاع الجهاز ايه، انت هتستنى بقى، هو متبرمج على ان هو ايه يعمل اناليسيس في اقل من ايه 10 ثواني. اول ما يقول لك تشيك سيف تو ريزوم سي بي ار، او هو بيقول لك بعد ما اناليسيس للريزم بيقول لك ايه ريزوم سي بي ار تو ريزوم سي بي ار، امتى تتوقف مره ثانيه؟ اذا قال لك ايه شيك الشوك از ريدي تو ديليفر، هو هيقول لك كده بعد ما يشحن نفسه الجهاز هيقول لك ايه انا مستعد ادي الشوك، ستوب سي بي ار بي اواي، خلي بالك من السيفتي وتروح تبعد على العين ويدي الشوك. بعد ما يدي الشوك تي انا بعد كده لو انت وان سكور ومعاك الاي اي دي، الاي دي ده اوتوميتد وحده بيعمل اناليسز ويدي الشوك، وده في الغالب موجود في الاماكن البابليك للناس العاديه ان هي تستخدمه، لكن في الغالب انت في المستشفى لو انت عندك يعني في الغالب الديفا مانوال، المانوال ديفايبريتور ده موجود، فانت هتحاول تمينيمايز انه في الغالب بيكون معاك واحد تاني، او انك توصل العيان في اقل من 10 ثواني وتتوقف عن التشيست كومبريشن وتعمل اناليسز انت حضرتك ديسكور معاك بيعمل ماسك الديفابيت او ما زال، خلاص انت دونت ستوب التشيست كومبليشن، استمر لحد بس لما تديله فرصه ان هو برضو الثاني يعمل انتربريتيشن للاي سي دي ويقول لك والله ده شوكابل او نان شوكابل. النقطه اللي انا عايز اعمل عليها يعني انفيسس مهم جدا انه السيكونس دي لازم تتم تشيك ريزم، لو العيان الريزم بتاعه شوكابل شوك دونت تشيك مره ثانيه، بعد الشوك دونت تشيك مره ثانيه ريزوم سي بي ار 2 مينيت، يبقى تشيك شوك ريزوم تشيك شوك ريزوم، ما حدش ايه بعد ما يدي الشوك يبص على الريزم اخباره ايه بي ايه ما فيش ما اعمل سي بي ار بعد الـ 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 الشوك تمام. ده الريشيو 30 ل 2 خلاص دي معمول، والبريسنج ريت تدي من 8 ل 10، افويد الاكسسيف فنتيليشن عشان ما تزودش الانترا سوراتيك بريشر وتقلل الفينس ريتيرن. ازاي تو تشيك الكواليتي بتاعت السي بي ار، دي حاجات انفيسيف تمام او حاجات هاي كواليتي، حاجات يعني سوفيستيكيتد، ما محتاج تدي البيت سي او 2 البريشر الانتايدل سي او 2 لازم يكون اكتر من 10 ملم ميركوري، ده معناه انك انت افيشنتلي بريفيوزنج اللنج وبتوش السي او 2 بتاع العيان، وكمان لو ايه في دايستوليك بريشر اكتر من 20 ملم ميركوري في الريلاكسيشن فيز، وده محتاج انفيسيف انترا ارتيريال مونيتورنج، لكن هو ده المكتوب في الاي اتش اي الجايد لاين لا يزال موجود فيها تو تشيك الهاي كواليتي بتاعت السي بي ار. ده الاوتوميتد. هعمل لحضراتكم بعض التشالنج، اختبار بسيط يعني، لو انت حضرتك شفت الريزم ده شوكابل ولا نان شوكابل الريزم، يا جماعه يديني اي فيدباك، في حد سمعني؟ في حد سمعني يا جماعه؟ ظهر ان انا هجاوب على نفسي يعني. تمام. الريزم ده حضراتكم شوكابل الريزم تمام، محتاج يتاخد تمام. يكون هذا الريزم شوكابل او نان شوكابل؟ طبعا ده اي سيستول مش محتاج شوك. شوكابل او نان شوكابل؟ شوكابل او نان شوكابل؟ انا بعمل تشالنج المفروض الناس تكون معايا بحيث ان احنا ايه في انتر اكتف سيشن يعني. طيب السؤال الثاني، ده شوكابل او نان شوكابل؟ طبعا ده نان شوكابل. ايه رايكم؟ طب لو انا سالت سؤال ده الريزم ده with pulse or pulseless، هتقول ده محتاج clinical examination. انت ممكن تشوف ده الرسم ده موجود على الديفايبريليتور لكن العيان مش ايه العيان pulseless وهو في normal ريزم، ممكن يكون ده electrochemical dysfunction. بكلمة pulse or with pulse ده محتاج clinical examination. ده شوكابل or non-shockable؟ طبعا ده شوكابل. ده شوكابل or non-shockable؟ ده non-shockable. طيب with pulse or without ده محتاج clinical examination.
دي الدوزز اللي احنا قلنا عليها قبل كده، مش هنعيد فيها تاني. تعال نشوف سيكونس ان ا براكتيكال واي. طيب اول حاجه تشيك، لقيته شوكابل هتدي الشوك، بعد كده هتدي الشوك ريزوم سي بي ار، دونت تشيك مره ثانيه. انا بعمل انفلس عليها كذا مره. ادي العيان اخذ اول شوك، ندخل بقى لو العيان كان مش في اف، مش شوكابل، تعمل جاست تشيك خلاص، ما فيش شوكابل، لازم تبتدي سي بي ار. ندخل بقى في سكند سايكل، اخذ العيان 2 مينيت سي بي ار وعملت تشيك، لقيت العيان رجع تاني في اف، هو اصلا ما رجعش بعد الفي اف، استمر، هتعمل شوك ريزوم سي بي ار. تاني شوك، انت دلوقتي في تاني شوك، هتعمل ايه؟ تبتدي تستخدم ابينفرين كل 3 ل 5 مينيتس، او تستخدم فازو بريسين 40 يونت، لإما بدل الفيرست اور سكند دوز اوف ابنفرين. مش متوفر عندنا بس دي معلومه تحطها في دماغك، انه بعد السكند شوك تقدر تدي العيان، تبتدي تدي العيان ابنفرين من كل 3 ل 5 مينت. لو البيشنت خلاص بعد رزوم السي بي ار تشيك الريزم، لقيته لسه في اف، هتدي شوك وتبتدي تعمل سي بي ار سايكل ثانيه. في السايكل الثالثه دي اللي هي بعد ثالث شوك، تبتدي تدي الانتي اريزميك دراج، سواء كانت الاميودرون وده الافضل او ليدوكين. يبقى السكند شوك تبتدي فيها الابنفرين، الثيرد شوك تبتدي فيها ايه؟ الانتي اريزميك دراجز. ده الابنفرين، مش عايز اعيد تاني، موجود في المحاضره اللي فاتت عشان بس ايه التايم. لو البيشنت بالس الكتريكال اكتيفيتي او ايسس 2 وعماله تعمل سي بي ار ورزوم سي بي ار، او العين في اف ان ريسبونسيف وعماله تدي انتي اريزميك، يفضل وانت عماله في السين اللي انت قاعد فيه تفضل تشيك حاجات الريسبونسيبل كو الريفرسيبل كوز اوف اريست. العيان هايبوكسيميك، الهايبوكسيميا ادي هاي فلو اوكسجين، هاي كونسنتريشن اوف اوكسجين. هايبوفوليميا، العيان شوك اكيد كده كورونر هايبرفيوجن، الهارت مش هيرجع تاني الا ركب ايه اللي كان حصل فيه كورونر ريفيل فيلينج مره اخرى، كوريكت الهايبوفوليميا. هايبر اسيدوزس، العيان اسيدوتيك، الاسيدوزس طبعا بيعمل ديبريشن للمايكارديوم، بيعمل فازو دايليتيشن، هيخلي العيان مش ريسبونسيف للفازو كونستريكتور ولا الابنفرين اللي انت بتدي ده هيشتغل. يفضل انت كوريكت الاسيدوزس، ممكن تدي باي كارب، لكن كستاندرد دوز يعني كروتين دوزنج للباي كارب تدي على طول، لا من ده مش مستحب الا اذا كان عيان فيه هيستوري قبل كده. فبعض الناس بتقول لك والله لو انه سي بي ار طول اكتر من 10 دقائق يمكن يستارت انك تدي باي كارب، يعني ممكن لو انت شفت سحبتي غازات ولقيت فيه اسيدوزس سيفير، اسيدوزس اقل من 7 25 يو كان انك تدي باي كارب. الدوزس قد ايه يعني كلام ممكن السنه دي ممكن يختلف. هايبوكاليميا دي مشكله انك تدي طبعا، لو الهايبر هتدي كالسيوم جلوكونيت، هايبو تبتدي تدي بوتاسيوم، هايبوثيرميا تعمل ريورمنج للعيان، الفيزو اي كورونا سيندروم طبعا محتاج ان الكوت كورونا سيندروم ديت لازم بعد ما يحصل له ريسسيتيشن يروح للقسطره، تنشن نيمو تعمل اسبيريشن للجالس الموجوده في السوركس، تامبونات تعمل ديكومبريشن للهارت، توكسينز لو انا عندك انتيدوت ممكن تقدر تدور على ريفرسبل كوزيريت، ده الكلام ده يعني تو بي ان ماي. ازاي تعرف ان العيان رجع ولا ما رجعش؟ طبعا الكلينيكال، العيان في بلس محسوس وبقت اقيس بلد بريشر، تمام. ازاي تعرف كمان؟ لو انت عندك حاجات، لو انت عندك البيت سي او 2 تقدر تعرف بيه. البيت سي او 2 ده لو لقيته بدا يبتدي سستيند ترايز، مره واحده بدا يرفع ويزيد، هو المفروض طبعا في الهاي كواليتي سي بي ار، سي بي ار ممكن المفروض يكون اكثر من 10، بدات تلاقي 15 20 بدا يزيد، ده فعلا ده ساين اوف ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيوليشن. او لو ان عندك انترا ارتيريال بلاد بريشر مونيتورنج وانت مش حاسس، لكن الانترا ارتيريال في سبونتينيوس بريشر ويف، سبونتينيوس بريشر ويف بس عماله تيجي سيستوليك ودايستوليك، احنا بنتكلم طبعا بالدايستوليك هو ده البريفيوزنج للميوكارديوم. لو بدات تحس في سبونتينيوس يعني ايه من غير ما تعمل تشيست كومبريشن، ارتيريال بلاد بريشر بدات تدي الويف، ده معناه ان البيشنت ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيوليشن. بعد ما تتاكد عن خلاص ريتيرن سيركيوليشن ده بروفايدد ان هو ريتيرن السيركيوليشن، هتبتدي تعمل البوست اريست كير. البوست اريست كير ده هو انت اوبتمايز، تحاول اوبتمايز الفنتيليشن والاكسجينيشن، بس افويد اكسسيف فنتيليشن برضه عشان العيان في الغالب بيكون هيموديناميكال انستيبل. يفضل يكون الفنتيليشن بتاع العيان اللي انت هتوصل له يكون 94% فما اكثر، تمام، وتمونيتور السي او 2 بالكابنوجرافي. يفضل ان هو كل ما كان
السي او 2 بتاع العيان يماثل السي او 2 الموجود في الغازات جود سيركيليشن، انت بتعمل مش كويس للسي او 2 بتحمي من الاسيدوز وما الى ذلك. تمام. بعد كده هتبتدي حضرتك بعد ما اوبتمايز الاكسجينيشن والفنتيليشن هتعمل ايه؟ تيفاي الهايبوتنشن الموست كومن كوز اوف ري اريست. تاني هو طبعا ايه؟ العين شوك، يرجع شوك. وبعدين هنعرف الفين تايبس انواع البوست اريست بيشنت. الهايبوتنشن باي وسيله من وسائل بريسور انتروب فوليا اي حاجه لا الشود بي طبعا ده محتاج منك ان الساوند اكزامين ثرو اكزامين تبص على العيان ايه اللي ناقص ايه اللي ممكن ريفيرسبل في العيان تصلحه تدي فلويد او تدي كذا. لو البيشنت خلاص اوبتمايز وبرفيوزد وتمام تبتدي ممكن تعمل الاندكشن اوف هايبوثيرميا. انا بس عشان اشوف بس موضوع الايه الانتر اوسيوس، الانتر اوسيوس ده عشان بس نشيل بعض الغموض عن بعض الناس، ده دريل وده ابره الانتر اوسيوس في الغالب دي بتتركب في ادي التيبيال تبروزيتي ميديال ليها وانفيريور 1 سنتيمتر يمين وشمال ميديال اند بيلو وتعمل دريل هيحفرها ويدخلها. تمام. وبعد كده بتوصل بيها كده. ده في الاطفال بتشتغل يعني في الاطفال في الغالب النيونيت والناس دي ما ممكن ما تلاقيش في بلاد فيزل فممكن تستخدم الانتر اوسيوس. تمام. في الادلت يعني صعب جدا يكون متوفر الانتر اوسيوس ماشين دي اللي هي زي بتاعت العظام صعب جدا انت متوفره. وحتى لو انت حبيت تدخل الكورتكس بتاعت التيبيا بتكون يعني هارد ان هي تدخل الموضوع ده. انت في الغالب بيكون البور بتاع البور بتاع التروكر بتاع الكانل ما بيدخلش فلو كتير فما تقدرش تعمل بيه رابيد ريسسيتيشن للعيان. ده دي باي ذا واي انا بذكرها عشان بس ايه تشيل بعض الغموض عن كلمه انتر اوسيس. في بعض الناس ممكن ما يعرفش يعني انتر اوسيس اصلا بولس دي اللي بتستخدم يعني وانس البيشنت سبورتنج البريشر بتاعه تبتدي ممكن تعمل ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. وهنعرف بس ثيرابيوتيك هايبوثيرميا تتم ازاي. البوست اريست كير ده معاد مره اخرى ودي التارجتس بتاعتك. تمام. تزود ترفع ضغط العين باي حاجه وممكن تبتدي تعمل اندكشن اوف هايبوثيرميا. الاندكشن ده ممكن يتم بكولد بادز دي بادز زي الارب بتاعت اللي بتستخدم في تبريد العيان بس دي متوصله بتيوبس وتيوب متوصله بكولينج سيستم بيعمل ايه بتحطها على الاكزيلا وتحطها على الجروين بحيث انها تعمل ايه رابيد كولينج للعيان. ممكن انترانيزال كانولا. تمام. انترانيزال كانولا دي كولينج سيستم يعمل رابيد عشان في التمبريشر بتاعه البرين اسرع من اي اورجن. طبعا ده قال ان اريست دامج وبيحسن دكتور احمد الاريست. نعم دكتور احمد الصوت عمال يقطع يا باشا خالص. ودي مشكله عند الناس كلها فيعني عايزين بس نراجع حته الصوت حضرتك. انت مش سامعني كويس. الصوت عمال يقطع يعني في النص بيقطع خالص ويفصل من ساعه الانتر اوسيوس. من ساعه الانتر اوسيوس. طب تمام. هو دلوقتي كلير شغال ماشي كويس ولا في مشكله؟ دلوقتي كويس بس هو من لو في قول لي بس بدري عشان بحس ما يبقاش في مسافه في الفيديو يعني. تمام ماشي. تمام. ده الميثود بتاعه الاندكشن اوف هايبوثيرميا اما بالكولينج باس ديت ودي ليه سيستم بتوصل بالانابيب دي بحيث ان يعمل رابيد كولينج للتمبريتشر بتاع العيان بيتحط في الهاي فاسكولار ارياز طبعا الاكس فاسكولار من بره يعني زي الجروين والاكزيلا. تمام. او انترانيزال كانيولا توصل برضو بجهاز الكولينج ده بيعمل رابيد ريدكشن للتمبريتشر بتاعه البرين او بانترافاسكولار كاثيتر. تمام. تعمل رابيد كولينج اي طريقه من الطرق اللي فاتت دي اللي انا قلت عليها. انا عايز ارجع ورا تاني. اي طريقه من الطرق اللي انا قلت عليها دي شغاله ممكن تتم بيها الهايبوثيرميا. الهايبوثيرميا بتتقسم الى ثلاثة فيز. الاندكشن فيز وده مختلف على التايم بتاعه. هل ممكن نعمل اندكشن في 1 اور ولا 6 اور ولا 12؟ كل دي بروتوكولات مختلفه. طيب المينتنانس فيز عايز تخلي الهايبوثيرميا دي قد ايه؟ 12 ساعه 24 ساعه 48 ساعه برضو دي بروتوكولات مختلفه. تمام. التارجت عايز توصل تمبريتشر لحد قد ايه؟ 32 34 36. طبعا دي عده بروتوكولات مختلف عليها مفيش يعني كونسنسس ثابت لكل الهايبوثيرميا. اسمها تارجتد ثيرابيوتيك هايبوثيرميا تي تي اتش. دي وجدوا ان فعلا هي بتحسن النيوروجيك ريكفري افتر الكاردياك اريست.
لكن هي طبعا في الغالب انا بقول لك لو انت هتدي العيان فلويد مثلا بروفايد ان ما يكونش كارديوجينيك شوك ان بالمونري اديما، ممكن السلاين اللي عندك ده بتاع اللي هتديه للعيان تو سبورت السيركيليشن ممكن تخليه في الثلاجه عندك في تمبريتشر 4 سيلزياس ديجري، وممكن تديه كسبورت للسيركيليشن في نفس الوقت بتعمل كولينج، بس حاول تخلي التمبريتشر بتاعت العيان تنزل تحت ال 36 على الاقل اول 24 ساعه. ده يعني الهايبوثيرميك بروتوكول اللي انا ممكن اقول لك ممكن يتعمل الفيزيبل في بلادنا، يعني انك تدي السلاين يكون كولد سلاين 4 سيلزياس ديجري، تدي له مثلا لتر او لترين تو سبورت السيركيليشن في نفس الوقت تعمل كانك بتعمل اندكشن للهايبوثيرميا. في نفس الوقت لو العيان فيفرش يفضل انك تتريت الفيفر الموجوده. طيب بالنسبه لمشكله الهايبوثيرميا برضو ان هي بتنديوس الشيفرنج. الشيفرنج ده ريفلكس، اول ما التمبريتشر بتاعت البيشنت تبتدي تنزل فبتبتدي يحصل فيه شيفرنج تو جنريت الهيت. فطبعا معظم العيال اللي بيستخدم لهم الهايبوثيرميا دي لازم يستخدم نيو ماسك بلوكر علشان هو ذات نفسه يساعد على الهايبوثيرميا. لكن زي ما قلت لك الاندكشن نفسه والمينتنس والميثود اوف ريوورد نفسها لسه مختلف عليها وبروتوكولات مختلفه. تمام، نبتدي بقى في صيحه ثانيه من السي بي ار، مش صح مش جديده لكن هي ليها فتره يعني شغاله، حاجه اسمها الميكانيكال سي بي ار. ميكانيكال سي بي ار ده زي الحزام كده موجود بتلف على العيان ويبتدي يعمل ده بيستون، بيبتدي يعمل كومبريشن. تمام، لكن الاي اتش اي حتى الان بتريكومند المانيوال سي بي ار تشيست كومبريشن مانيوال عن هذه الديفايسز، لكن بيقولوا لو انه في شورتج في الريسكيور وانت فيش غيرك واحد كده ممكن تستخدمه عشان تتشغل بحاجات ثانيه. تمام، لانقاذ المريض. اخر حاجه دلوقتي بقى حاجه اسمها اكسترا كوربوريال سي بي ار. اكسترا كوربوريال سي بي ار ده حاجه زي الاي في ايكمو، ارتيرو فينس ايكمو، توصل سواء كان الفيمورال ارتري والفين بي اكسترنال اكسجينيتور مع بامب تو مينتين اللايف بتاعت العيان تيل ريفيرسبل كوز كان بي اي ريكفر. يعني ممكن لازم يكون العيان عنده كوز معين لانه ممكن يقعد عليه العيان على طول. تمام، هاب بيشغل بامب وشغال اكسجينيتور لكن لازم يكون في بوتنشالي ريفيرسبل كوز انت هتدخل عليه العيان. انا احب اوريكم بس الفيديو ده، فيديو ظريف خالص. تمام، بس يا رب يشتغل. اه لاحظ شايف ده ميكانيكال سي بي ار، شايف بص البيستون ده شغال يعمل ايه، ده ميكانيكال سي بي ار والدكتور عمال يركب الاي في سي بي ار الاكسترا كوربوريال سي بي ار. طبعا ده في مكان مجهز، شايفين بص البيستون ده بيتوقف يد 30 ويتوقف عشان يعمل ايه الفنتليشن، حاجه يعني شيقه يعني. لكن انا لا انصح ان يتم عندنا، لابد يكون في سيلكشن للعيانين نفسهم يعني. تمام، الاند اوف سي بي ار ده موضوع ايثيكال، انك انت حضرتك تتوقف عن السي بي ار خلاص كفايه 10 دقائق ربع ساعه ولا ديفلوب ريفيرسبل ريفيرسبل ساين اوف ديس. ده موضوع بس هو الاي اتش اي بي ريكومند انك انت لو كانت اتشيف البيت سي او 2 دي سي او 2 هنا بيت سي او 2 اكتر من 10 باللي بالكابنوجرافي، لو انه السي او 2 بتاعك في الكابنوجرافي ده ما رفعش فوق ال 10 لمده 20 منت اثناء السي بي ار يبقى ده السي بي ار ده فيلد، فيلد سي بي ار مش فيلد تو ريكفر العيان، لا السي بي ار بتاعك ده مش كويس. ليه؟ بص احنا طلبنا ان هو الهاي كواليتي سي بي ار يكون البيت سي او 2 كام؟ فوق ال 10. فلو هو كان اقل من 10 يبقى السي بي ار بتاعك ده ان افيشنت لو كواليتي سي بي ار، ولو استمر اكتر من 20 منت البروجنوز فيري باد، مفيش نوريك ريكفري في الغالب. فانت لو انه البيت سي او 2 بتاعك كان اقل من 10 لمده 20 منت بتاعت السي بي ار كان ستوب سي بي ار. بقول لك لكن بيحط جمله تحفظيه بيقول لك ايه shouldn't be used in isolation. هنا بقول لك طبعا لو انه لو كواليتي سي بي ار بهذا المنظر ما تكملش. لكن لو انت لو عايز جنرايزد كرايتيريا انك توقف في السي بي ار ما فيش حاجه، بس انت ممكن تدي باي سينس اي عيان هيكمل اكتر من 20 منت سايكل واحده، السايكل الواحده 2 مينتس 2 مينتس على 20 يبقى كام العيان عملت فيه 10 سايكلز 10 سايكلز انكلودنج طبعا ايه ديفابريليشن اور نوت، واخد له في الغالب من ثاني جرعه يبقى اخد له 9 امبولات 9 مللي جرام ابنفرين في الغالب ما هيرجعش. تمام، عشان حتى تقلل من فرصه مين الباد نيورولوجيك، لان في بعد ما هنشوف دلوقتي البوست اريست بقى والبوست اريست انوكسيا موضوع كبير يعني. طيب البوست اريست سندروم، بوست كارديك اريست سندروم، ودي انت بتشوفها بعد ما العيان يجي لك من الاستقبال اريستد او في الدياليسز اريستد او في القسم اريستد وما الى ذلك. فانا دايما كنت بمر في العنايه بقول ايه العيان جاي لك بحاجه اريستد ادي عيان ثاني بقى عيان ثاني سوبر امبوزد
على الكونديشن اللي كانت عنده. انت دلوقتي بتحارب حاجتين، حاجه كانت عند العيان، وكمان بتحارب كمان البوست اريست سندروم نفسها. دي سندروم اوف جلوبال هول بودي سكيميا اند ريبرفيوجن انجري زي ما هنشوف دلوقتي، سوبر امبوزد على الكونديشن بتاعت العيان، تمام، واذر كومبليكيشن اوف ريسسيتيشن فراكشر ريب وكونتيوجن في اللنج ولاسيريشن في الليفر وما الى ذلك زي ما هنشوف في الاخر يعني بعد ما تعمل السي بي ار، تمام. يبقى البوست اريست سندروم دي هي سندروم اوف جلوبال بودي اسكيميا، خصوصا طبعا ايه البرين وكمان الريبرفيوجن انجري. الميكانيزم بتاعتها باختصار هي اسكيميا ريبرفيوجن انجري، اسكيميا خلاص تيشو نكروزس وايد سبريد اند ريبرفيوجن انجري. انا عايز افهم بس بعض الناس ما معنى كلمه ريبرفيوجن انجري. خلي بالك انه اللاست الكترون اكسبتور عندنا هو الاكسجين، الاكسجين ده مش موجود في حاله او، موجود او2، تو مولكيولز اوف او2 ماسكين في بعض. الاكسجين ده فيه كل اكسجين فيه تو اوربتس فيهم انبيرد الكترون، فكل اكسجين محتاج لو هم او2 محتاجين اربع الكترونز هياخدهم من الهيدروجين. اللي بيحصل ان الميتوكوندريا ما بتديش الاربعه هيدروجين للاكسجين 2 الاو2 ده مره واحده، ما بتعملش من الاو2 2 مولكيول من الووتر مره واحده، لا بتدي الاو2 تروح مديله الكترون واحد بس بيتحول الى سوبر اوكسايد، بعد كده تديه الكترون ثاني بيتحول الى هيدروجين بيروكسايد، بعد كده يديه الكترون ثالث يتحول الى مولكيول اوف ووتر اند هيدروكسيل راديكال، بعد كده يديه الاكسجين الرابع يتحول الى مولكيول اوف ووتر بين تو مولكيول اوف ووتر. لما يحصل فيه ريبرفيوجن مره واحده هذه الستيب وايز ريدكشن للاكسجين ما بتتمش بهذه السلاسه، بيحصل راشينج للاكسجين مره واحده، فبيحصل في بارشل ريدكشن للاكسجين. هذا البارشل ريدكشن بتولد كميه كبيره من الفري راديكال على هيئه سوبر اوكسايد وهيدروكسيل راديكال اند هيدروجين بيروكسايد. مشكله الهيدروجين بيروكسايد والحاجات دي كلها ان هي بتاتاك اي مولكيول تو ايه عشان تحصل لها كومبليت ريدكشن تاخد الالكترون الاخير، ممكن تاتاك الدي ان ايه، لما اتاك الدي ان ايه او الجينوم السيل بتكميت ابوبتوزس على طول عشان تحمي نفسها، ولو اتاك الممبرين نفسه السيلز كلها بتفرقع تطلع الكونتنت وانديوس انفلاميشن. فدي هي اسمها ريبرفيوجن انجري، انه الريبرفيوجن ذات نفسه بيعمل انجري قد يكون مساوي للاسكيميا نفسها، تمام. فالريبرفيوجن ده بيعمل فري راديكال، فري راديكال انشيت ابوبتوزس، والاخطر من كده ان انشيت ايه انفلاميشن، وهذا الانفلاميشن بيدخل العيان في سيندروم زي السيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. تلاقي العيان بدا ايه، بدا دخل في دي اي سي الليفر انجري اي كي اي وما الى ذلك، مش بس من الجلوبال سكيما اللي حصلت في السيبار ده، كمان من الريبرفيوجن اللي حصل ده تخلي بالك منها يعني. لكن في بيقولوا ان الهايبوثيرميا انا بقول ان هي ايه يعني مش دوكيومنتد 100%، لكن هي نظريا ان هي بتقلل من الريبرفيوجن انجري لانها بتقلل التيشو ميتابوليزم، فبتقلل من حدوث الريبرفيوجن انجري لانها في الغالب بتقلل من الانفلاماتوري ريسبونس برضه والحاجات دي. ما هي المانيفيستيشن اوف بوست اريست كاردياك اريست سيندروم؟ اول حاجه الانوكسيك برين انجري، الانجري دي هايبوكسيك اسكيميك برين انجري هيبي. الهيبي دي هي اخطر حاجه طبعا في العيان البوست اريست. ثاني حاجه بيحصل حاجه اسمها ايه بوست كاردياك اسمها كاردياك ديسفانكشن. خلي بالك في عيانين كتير بيحصل لهم كاردياك اريست بعد الريسسيتيشن بيتاخد لهم بيتعمل لهم انجيو، بيتعمل لهم ايكو ديبريشن في الفانكشن بيتعمل انجيو لا انجيو فري في اكثر من 40%. هذا الميوكارديال انجري ممكن ما تحصلش في اول ساعات من الريسسيتيشن، ممكن تلاقي العيان اول ما ارستد ورجع وعملت له ايكو تلاقي الفانكشن هايبر كينيتك كمان من الابنفرا اللي انت بتديه. لكن بعد كده بعد ساعات 6 ساعات 7 ساعات اول 24 ساعه يعني بعد اول 6 ساعات ما بتحصل ميوكارديال ديبريشن. هذا الديبريشن في الغالب من الريبرفيوجن انجري اللي بتحصل، ودي في الغالب ريفرسبل يعني لو العيان كروناري فري في الغالب الميوكارديال ديسفانكشن اللي بتحصل بوست اريست بتكون ايه بوتنشال ريفرسبل في خلال بعد 3 ايام. لكن طبعا ده بروفايدد ان العيان عدى من مرحله الشوك اللي ممكن تكون اسوشيتد مع البوست اريست. بعد كده في ايه السيستميك انفلاماتوري ريسبونس، ودي ما بتتمش في اول ساعات، دي في الغالب بعد اليوم الثاني والثالث وما الى ذلك في العيان. تلاقي العيان فازو ديليتد فازو بليجيك مش قادر، كل ما تدي له فازو كونستريكتور ما فيش فازو كونستريكشن ما فيش بلاد بريشر عايز يرفع، تمام. العيان بدا يدخل في دي اي سي بليتد بدات تنزل البروثرومبين كذا مالتي اورجان فيلير وما الى ذلك من السيتوكاين ستورم اللي بتحصل من الجلوبال اسكيميا اللي حصلت والانفلاماتوري ريسبونس لهذه الاسكيميا.
بعد كده من ضمن المانيفستيشن ان هو بيرزيستنس اوف بريسيبيتيتنج كوز، يعني العيان مثلا سيبتك شوك اصلا يعني، فالعين لسه مسبتك يعني، رجع تاني بعد الارست وستيل الكوز موجود، الكوز موجود، في ووند كبير، في درين موجود عماله تطلع بص، العيان سي او بي دي واكزاسربيشن وهايبر كابنيك لسه موجود، في الديزيز ذات نفسه الموجود، زائد البوست البوست كاردك اريست سيندروم. ما هي الفينوتايبس بتاعت البوست كاردك اريست سيندروم؟ يعني العيان بعد ما يرجع في منه كام نوع بعد ما يرجعوا؟ في اربع انواع. لما يرجع على طول اويك على طول صح، ويزاوت اني نيورولوجيكال ديفيسيت طبعا، ده ما نتمناه طبعا، او اما العيان يرجع كوماتوز ويزاوت شوك، ده برضو الى حد ما كويس، لكن ممكن في الغالب يرجع كوماتوز ويز شوك او يبقى برين ديث. تمام، هنشوف كل واحد منهم. يعني الايرلي مورتاليتي والموربيديتي، الايرلي مورتاليتي هي الكارديوفاسكولار انستابيليتي، لو العيان رجع شوك في الغالب هي ارست تاني، يبقى البروجنوزس بتاع العيان هو البوست ارست هو الكارديوفاسكولار استابيليتي، لو العيان رجع فيه بلس هوبفول ان العيان يكمل، لو رجع شوك هي ارست وهي ارست وهي ارست لما انت تستسلم يعني. الايرلي دي الايرلي، الليت بتعتمد على النيورولوجيك ريكفري، النيورولوجيك ريكفري. تعال نمسك بقى الكرايتيريا اوف برين ديث، دي ان شورت عايزين نعرفها بس كويس، ان ده شغلك في العنايه، ما تستناش دكتور العصبيه يجي يشخص لك برين ديث، ده الانتنسيفيست ممكن ايه يشخص برين ديث. احنا هنعتمد على ايه؟ الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي كرايتيريا، دي مشترطه اربعه ستيبس، بري ريكويزيتس، كلينيكال اسيسمنت، انسيلري تيست اند دوكيومنتيشن. بري ريكويزيتس، بري ريكويزيتس اول حاجه لازم يكون في كوز، يو شود استابليش ا كوز او جاست ابروكسيميشن للكوز، عنده برين انجري تروما، اسفيكسيك اخذ مورفيا اوفر دوز واسفيكسيك فتره طويله، شوكد وحصل فيه فعلا برين دامج جلوبال اسكيميا قبل ما يدخل في الموضوع الارست ده. في كوز اول حاجه، ما تقولش ما فيش كوز، لا لازم يبقى في كوز حتى ابروكسيميشن للكوز. النقطه الثانيه انه لو ان العيان شاكك في انه سي ان اس ديبريسنتنج دراج وهو مورفيا واخد بنزوباربيتوريت بنزودازمين او ما الى ذلك، يو شود تستنى اتليست خمسه هاف لايفز، فايف هاف لايفز، تعرف الهاف لايف بتاعته طبعا، ده مكتوبه في اي دراج معروف الهاف لايف بتاعته، تستنى خمسه هاف لايف، يقول لك الهاف لايف بتاعته 12 ساعه بتضرب 12 في 5 تستنى عدد الساعات ده علشان يكون كليرد كليرد. بس خلي بالك برضو العيان البوست ريست طبعا الاورجن ديسفانكشن ممكن ايه تبرولونج الهاف لايف بتاعت الدراجز، هتتاخد في الحسبان، وكل ما كنت متاخر يعني كل ما تدي فرصه اكتر، يقول لك طب استنى مثلا هو اخره مثلا 36 ساعه، الخمسه هاف لايفز دول طب ما تستنى عليهم 36 ساعه ثاني تمام، عشان ده خلاص برين ديث معنا العامات يعني، او انك تسحب ايه السيروم ليفل بلازما ليفل وتشوفه تحت الايه الثيرابيوتيك ريج. لو العيان واخد الكحول تستنى لغايه لما يوصل الليفل بتاع البلازما بهذا المنظر. لو العيان واخد نيورو ماسكولار بلوكر سواء كان عشان تعمل بيوديوس هايبوثيرميا او عشان اي سبب من الاسباب عايز تدي له نيورو ماسكولار بلوكر، فيفضل انك انت تست الايه الديجري اوف نيورو ماسكولار بلوكر، بتعمل حاجه اسمها ترين اوف 4 تمام، استيميشن للالنا نيرف بيعمل ايه تويتشنج للهاند، فانت ممكن تعرف لو مثلا افترض انك اديته 5 ملي امبير مثلا ومفيش اي تويتش، يبقى ده سيفير للنيو ماسكولار بلوكر، يبقى انا واخد كميه كبيره لازم شود بي ايه ريكفرد، لسه ما حصلش ريكفري من النيو ماسكولار بلوكر، فتستنى لحد لما يحصل ريكفري علشان تختبر، لان ممكن يديك سيميوليشن كانوا برين ديس، كانوا برين ديس، لازم تتاكد من النيو ماسكولار بلوكيد ديجري وتتاكد منها مش من السيرا الميفل بتاع النيو ماسكولار بلوكر ايجنت، لا دايركت من المصل نفسها، تعمل استيميشن للالنا نيرف وتشوف الترين اوف 4 تيست، ده بيبقى له بتوع التخدير عشان يتاكدوا بس الايه العيان ده ريكفرد ولا لسه مش ريكفرد من النيو ماسكولار بلوكر. ممكن يتعمل للعيان لو ان هو كان واخد نيو ماسكولار بلوكر وحصل فيه ويننج ديفيكولتي في الفنتليشن، تتاكد بس ان هو ريكفرد من النيو ماسكولار بلوكر او لا. اتشيف نورمال كور تمبريتشر، يعني لازم العيان يكون ريكفرد من الهايبوثيرميا اللي انت عاملها تمام، او لو العيان دخل في هايبوثيرميا بوست ارست لسبب من الاسباب لازم يكون التمبريتشر بتاعته 36 فما اكثر عشان تحكم عليه برين ديس. دي بري ريكويزيت، لابد ان تكون الليسته ديت كلها ايه موجوده بري ريكويزيت. بعد كده التمبريتشر بتاع السيستول لازم يكون فوق ال 100. بعد كده ما تشوفش العيان فيه سيفير الكترولايت، لان هايبوكاليميك سيفير لهايبوكاليميك هايبر كاليميك هايبوفوسفاتيميك، الكلام ده كله بيعمل مصل ويكنس والعيان مش هيوين من او هتعمله الابنيه تيست زي ما احنا هنشوف، ممكن تلاقي العيان مش يعني خلاص الابنيه تيست بوزيتيف، هو كان مشكلته ان هو في عنده سيفير الكترولايت ديسفانكشن. الحاجات ديت بري ريكويزيت. بعد كده تعمل له نيورولوجيكال اكزامينشن. رقم واحد لازم يكون العيان البرين ديس ده كوماتوز. يعني ايه كوماتوز؟ نو ايفيدنس ريسبونسيفنس لاي ستيمولس. النقطه الثانيه لازم تحط
اي اي اوبننج سواء كان سبونتينيوس او سواء كان نتيجه ستيمولس سبونتينيوس او ستيمولييتد يعني يساوي برين ستيم ريكفرد فروم كوما. اي سبونتينيوس اي اوبننج او اي اوبننج ستيمولييتد يساوي برين ستيم ريكفرد فروم كوما. الكوما تشترط ان يكون برين الهيمسفيرز ديبريس البرين ستيم ذات نفسه ديبريس العين ان ريسبونسيف ومش اراوزابل الاثنين ان ريسبونسيف وان اراوزابل. لو انه العيان فتح عينه وحده او العيان عملت له سونوس فتح عينه العين ده مش كوماتوز العين ده مش كوماتوز لازم يكون العين ايه الاثنين مضروبين برين ستيم ريتيكولار اكتيفيتنج سنتر الموجود في البرين ستيم اي اوبننج نو كوما ممكن يبقى اي ديجري ليفل اوف ديجري اوف ديستربت كونشس ليفل لكن هو مش كوماتوز تمام. طب هتقول لي ممكن يكون حاجه ثانيه ممكن يكون فيجيتيتيف بس دي هنكمل على اتكلم عليها بعد كده. يبقى اول حاجه عشان تشخص النيورو برين ديس رقم واحد لازم يكون كوماتوز نو ايفيدنس اوف ريسبونس. نمره اثنين اي كلوزد الاي كلوزد وما تتفتحش مع اي حاجه زائد انك تعمل برين ستيم ريفلكس زي طبعا اي نايب في الانتنسيفست او حتى نايب بطنه شود ايه ده كله ده لازم يتعرف. البيوبل نورمال من 4 من 2 ل 4 مل تمام اكتر اكتر من كده دايليتد يبقى لازم يكون البيوبل بايلاترالي دايليتد اكتر من 4 مل. ابسنس بيوبيلري ريسبونس الاوكرال موفمنت انا مش بتكلم على الاوكرال سبونتينيوس اوكرال موفمنت بتكلم على الريفلكس اوكرال موفمنت زي ما هنشوف دلوقتي زائد الكورنر ريفلكس زائد ابسنت اوف فيشال ماسل موفمنت. لو عملت له يا ريت لما نعمل ستيميوليشن في ميثودز اوف ستيميوليشن كتير تمام في منها بريفرال منها سنترال يفضل الحاجات اللي في الايه في الفيس علشان دي ستيميوليت الترايجيمينال نيرف تمام وابسنت فارنجيال اند تراكيال ريفلكسز. ده ازاي تفحص البيوبل طبعا ديت البنوته دي مش كوماتوز يعني بس انا بقول لك ازاي تفحص البيوبل. رقم واحد المسافه ما تزيدش عن 10 سم 15 سم. ثانيا التورتش ده الصوت مش واضح يا دكتور احمد دلوقتي اعيد البيوبل مره ثانيه. ايه يا دكتور احمد الجزء اللي فات السلايد اللي فات اخرها اخرها البرين ستيم ريفلكسز تمام. عندنا البيوبلز لازم يكون دايليتد اكتر من 4 والريسبونس تو لايت مفيش ريسبونس تو لايت مفيش كونستريكشن والاوكلر موفمنت مش بتكلم على اي اوكلر موفمنت اتكلم على ريفلكس اوكلر موفمنت والكورنيال والفيشال ماسل موفمنت فيشال ماسل موفمنت خصوصا لو عملت سنترال ستيمولس في الهيد او الفيس والفرنجيل والتراكيال هنشوفهم واحده واحده. اول حاجه ازاي تفحص البيوبل رقم واحد التورش اللي انت ماسكه فيه يكون فيه مستوى الاي مستوى البيوبل نفسه بيوبل باصص فوق تخليه مستوى وهكذا لازم يكون دايركت هو ذات نفسه ات ذا ليفل على مستوى واحد على خط واحد مع البيوبل. ثانيا المسافه نفسها ما تزيدش عن 10 ل 15 سم بفضل ده هنا كده معناها دي 10 سم في الغالب يبقى ات ذا سيم ليفل وايه ودايركت والمسافه صغيره عشان تتاكد. طبعا اول حاجه ايه يفضل طبعا انك تفحص البيوبل في ديم لايت تكون الاوضه مظلمه احنا ما بنعملش بس هو ده الايديال ان يكون في ديم لايت وتفتح التورش وتبص على الاي وبعد كده تقفل التورش وتبص على الاي الثاني وتفتح التورش على ذا سيم اي الناحيه الثانيه وتبص على الناحيه الثانيه تشوف الايه الاندايركت ريسبونس وتعمل على الناحيه الثانيه نفس الكلام. المفروض العيان برندس بايلاترال دايليتد فيكسد بيوبل تمام. ده النورمال بيوبل 2 ل 4 ده الموست كومن يعني ميتابوليك في الغالب بيكون دي اكتف ده النورمال. لو لقيته ده معظم العيان الميتابوليك اليورمينك والهيباتيك والقصه بتبقى 2 ل 4 لو قل من 2 تمام برضه ده برضه عيان ميتابوليك. لو البيوبل بتاعه دايليتد اكتر من 4 يون لاترال ده في الغالب لا اما انكل هيرنيشن لا اما في ميد برين انجري. لو اقل من 1 مللي في الغالب ده ايه بونتاين هيموريدج في الغالب يعني موست كومن تلاقي بونتاين. هو في لسته من الكوزس بس في الغالب الكاتاستروفيك بتكون ايه البونتاين هيموريدج تمام. دي اللي عايز يطلع انا عايز اقول هو العيان ده بتاع البرينديس الاخير اللي من تحت. الاي موفمنت عشان بس نركز ركز معايا الاي دي بتقول لك حاجات كتير. رقم واحد العيان الميتابوليك بيبقى فيه جاست لا اما الاي تو ايز فيكسد في الميد لاين لا اما فيش سلايت موف لا اما يكون في سلايت موفمنت يمين وشمال سكادك موفمنت يمين وشمال ما فيش فاست وما فيش سلو فيز يعني ما فيش نستجمس يعني في العيان كله ذا سيم سكادك موفمنت سكاننج يمين وشمال او فيكسد. لو لقيت نستجمس نستجمس يعني في سلو في فاست والنايب النستجمس بيتحدد بالفاست بالفاست ايه فيز. لو لقيت نستجمس لو لقيت جيز بريفرنس بريفرنس يعني العيان في الميد لاين الفيس بتاعه في الميد لاين عينه بص على الناحيه اليمين او عينه بص على الناحيه الشمال او واحده منهم
بص على اليمين او واحده من دي لاترالايزنج ساين دي ان جنرال يعني ممكن العين البرين ديس يكون في في دامج دايركت في حته والناحيه الثانيه برضو دامج فيعني ايه ممكن تلاقي العين عين وعين في حته وعين في عيون برضو لازم يكون بيوبل بايلاترال ايه دايركت فيكس نمسك الاي موفمنت ازاي تفحص الاي موفمنت انا بتكلم اول حاجه على الترايزنج ساين دي حاجه على جنب النقطه الثانيه المهمه دي اللي هتكلم عليها دي البيوبل احنا بندور للاسف الاي موفمنت بندور على الريفلكس اي موفمنت ريفلكس اي موفمنت في عندك تو ريفلكسز تحفظ معايا الفيستيبولار نيوكليس تمام موجوده في الابر ميدلا تمام متوصله بالسكس نيرف لابيديوسنس نيرف ده موجود في البونز ومتوصله كمان بالكونترالاترال ثيرد نيرف تمام لو حضرتك بصيت لو احنا مره واحده جينا لواحد نورمال خليناه يبص على الناحيه اليمين بص على الناحيه اليمين مره واحده ايه اللي هيحصل الفيستيبولار نيوكليس اللي على اليمين ستيمولييتد بالموفمنت على ناحيتها هتخلي الايز التو ايز يبصوا على الناحيه الاوبوزيت وبعد كده الكورتكس في واحد نورمال يروح مرجع العينين تاني الايند مع الهيد دايركشن يبقى لو حركت الفيستيبولار نيوكليس في اتجاه الموفمنت هتبتدي يحصل لها ستيمولييشن الايز هيستيمولييتد ان هم يبصوا الاثنين في عكس اتجاه الموفمنت وبعد كده الكورتكس يكوركت طيب هنعمل الريفلكس ده اهو زي ما هو انت هتبص ده لو بصيت على الناحيه الليفت ايه اللي هيحصل الاي تبقى ناحيه الرايت لو بصيت على الناحيه الليفت وهكذا يعني العكس الاتجاه تمام لو العيان في كورتكس شغال زي ما اويك يعني تمام الكورتكس يصلح بقى يخلي الاي ترجع تاني في الدايركشن بتاع الهيد كويس احنا هنعمل العيان الكوماتوز هذه المانوفر هتمسك الايليدز من فوق كده وتمسك ده ممكن قد تكون في بعض الصعوبه لو ان العيان انتوبيتد بس تحاول تخلي فيه ايه يعني التيوب مش شد على العيان تخليه ريلاكس بحيث ان انت احسن تعمل كده كده الامومه طلعت فانت هتمسك بالمنظر ده الفور هيد بالمنظر ده والايليدز وتمسك الجو بتاع العيان وتحركه المفروض ركز معايا لو انه العيان كونشس وفي كورتكس وفي برين ستيم هتلاقي العيان عنده تو فيزز الفيز اللي هو الاي تدايركت في عكس اتجاه الموفمنت بعد كده يحصل لها كوركشن مره ثانيه يبقى عنده ايه البرين ستيم شغال والكورتكس شغال لكن نفترض العيان في ديبريشن في الكورتكس بس البرين ستيم كويس ايه اللي هيحصل هتلاقي العيان اول ما تحرك راسه العين هتدايركت عكس الاتجاه بس مش هيحصل كوركشن يبقى عكس الاتجاه ده البرين ستيم مش شغال يبقى لو حركت عين الهيد في اتجاه والعين بصت في اتجاه يبقى ده العيان برين ستيم ريكفر لكن لو الاي اتحركت مع الهيد هما الاثنين الايند مع بعض يبقى ده في مشكله في الفيستيبولار نيوكليس كده فين هو ده في الابر ميدلا ده ديب كوما ده مش كوما العين خلاص ده نيكروزس حصل في الغالب ده برين ستيم ايه ديس فانكشن ده في الغالب العيان في برين ديث طبعا الكريتيريا لازم تكون كل الكرينيال نيرفز ريفلكسز كلها افكتد ده اول ايه ريفلكس اي موفمنت ده اول ريفلكس اي اسمها الدولز موفمنت الدولز اللي هي العروسة عارف العروسة الصغيرة دي اللي هي عينين تحركها فوق تلاقي عينها طلعت لتحت وتحركها لتحت تلاقي عينها طلعت لفوق الدولز موفمنت يعني عكس الاتجاه تعال نمسك بقى ايه الكالوريك تيست او الاوكلوفيستيبولار ريفلكس ركز معايا في الكلمتين دول لو انت حطيت كولد ووتر 4 ديجري في الاير دي طبعا بعد ما بتاع الاي ان تي بص اتاكد ان الدرام مش مخرومه وما الى ذلك وما فيش واكس لان ممكن الواكس يمنع انه الميه تدخل للدرام فانت ايه او تمنع عامل زي الانسوليتور تمنع ان التمبريتشر في الاير تقل هتحط الكولد ووتر ده تمام ممكن يوصله الى 20 ل 30 مللي وتحط بيسن تحتيه عشان تتلقى الميه وهي نازله عشان ما تبتديش تغرق العيان ويكون العيان في الغالب على 30 درجه يعني العيان مش نايم فلات 30 درجه وتدي الكولد سلاين ده المفروض ايه اللي هيحصل نورمال اتكلم على نورمال عين لسه نورمال ايه اللي هيحصل الكولد انهبيت الفيستيبولار نيوكليس في الناحيه دي انهبيت فالناحيه المعاكسه هتبتدي يحصل لها اكتيفيشن الا لو هي الناحيه المعاكسه حصل لها اكتيفيشن هتخلي العين تبص عكسها يعني هتبص في اتجاه ايه هتبص في اتجاه الميه اللي ايه الريجيتد اير هتبص عليه سلو وبعد كده الكورتكس هيعمل كوركشن فاست يبقى لو ان العيان نورمال في برين ستيم وفي كورتكس ايه اللي هيحصل الاير دي الاير الاريجيتد انهبيتد والاير اللي مش اريجيتد خلاص هتبقى ايه لان هما بينهم هما الاثنين بالانس لو دي واحده من دي انهبيتد تبتدي تحصل دي اكتيفيشن تبتدي تبقى اكتيف تخلي الاي تبص على الناحيه اللي فيها ايه الاريجيشن وبعد كده روح راجع تاني طيب نفترض العين ما فيهوش كورتكس
اللي هيحصل؟ هيبقى وان فيز بس، هتلاقي الاي دي بصت على الاريجيتد اير وبس، مفيش اي كوركشن فيز، وتعملها على الناحيه الثانيه تمام. يبقى ده عندي ايه؟ كوماتوز لكن برين ستيم ريكفرد، ما فيهوش حاجه. طب حطيت الاي الايسد ووتر ده في الناحيه دي، او ريتش اللي انت حركت خالص، يبقى ده الفيستيبولار نيوكلاس افكتد، يبقى ده البرين ستيم دامج. ده واحد من ايه؟ من اهم لازم يتعمل ده تمام. طيب الكورنيال ريفلكس خلاص، هتفتح عين العيان تفتحها وتخليها يعني ايه، ما تفتحش بيدك، انت تحاول تفتح لو انت مغمض عين العيان، تحاول تفتحها تخليها في الميد بوزيشن، وتعمل على الكورنيا دي بالكوتن بيس دي، وتحاول تعمل استيميليشن مش للكونجنكتيفا، للكورنيا نفسها. طيب هتلاقي الاي بلينك، يبقى اللي عنده ريكفر، ما فيش بلينكينج اعمله في الناحيه الثانيه، عين مره واثنين تمام. لو حس ان في الاي ديرتي وحط ميه ولبط يعني، حطها كده ونظفها، وبعد كده اعمل التيست مره ثانيه. الجاج ريفلكس او الفرنجيال، بص هتجيب الخشبه ديت وتنزل التانك، وتجيب السواب ده بتاع الكورونا برضو، تعمل استيميليشن للفارينكس جاج، حصل فيه جاج. ازاي تعمل التراكيه؟ هتدخل اسطره التشفيط لحد لما تحس ريزيستنس، وريت الريزيستنس دي حضرتك تكون عارف ان هي مش ريزيستنس عشان الانبوبه مثلا في بارشل اوبستراكشن ولا حاجه، لا تكون عارف طول الانبوبه الاندوتراكيال، وتدخلها بياند الانبوبه التراكيال وتشوف ريزيستنس. المفروض لو انت لمست الكرينه بالقسطره دي، اتلاقي استيميت الكاف ريفلكس، مفيش كاف ريفلكس، يبقى تعدهم 1 2 3 4 مفيش ريفلكس. بعد كده لازم تعمل ايه؟ بينفل ستيمولس. البينفل ستيمولاي ممكن تكون سوبرا اوربيتال، وممكن تكون بريفرال او رابنج للاسترنم، او ايه انك تدوس على التيمبرو مانديبولار جوينت، او تحط ايديك على الاثنين ورا الانجل اوف ذا ماوس وتحاول تدوس وتبوش الانتيريور تمام. ده برضه بينفل ستيمولس. البريفرال دول مش مستحبين، احنا عايزين حاجات استيمولت الفيس نفسه، فيس نفسه تمام. قد ايه تدوس؟ قد ايه والتايم ده يعني ما فيش مكتوب في الكتاب، يعني تدوس بمقدار يعني بس من غير ما تعمل سكين انجري، يعني بحيث ما يبقاش في كوموزس في الاي باي لاترال، يعني عشان حتى كل واحد يجي يفحص الاي لو عامل لي كوموتيك باتش قد كده يعني ايه، خليك إيه وايس وانت بتدوس. يبقى كده البرين ستيم ريفلكسز كلها ايه؟ لوست. يبقى ده ايه؟ شرط مهم جدا، ده الستن الرابنج، ده العين بيلوكالايز، ده العيان عامل للايد الثانيه وده بيتحول بيتلوكالايز بالايد الثانيه، ده بيزدرو، ده انواع ممكن يعني يديك ريسبونسز ايه؟ ده ديكورتيكيت بوستشرنج تمام، وده ديسربريت، ممكن الديكورتيكيت او ديسربريت ممكن يكون في ناحيه وناحيه لا، وممكن ناحيه تكون فليكشن والثانيه اكستنشن، يعني مش لازم كله يكون حاجه واحده. يعني الديكورتيكيشن والديسربريشن ان العين ده انك مفيش كورتكس، ده مفيش كورتكس لكن الميد برين موجود تمام، ده مفيش ميد برين والفيستيبولار نوكلس هي الاكتيف، يبقى ده اسمه دي كورت، ده مفيش كورتكس، ده الفليكشن مفيش كورتكس دي كورتيكيت، ده مفيش برين ميد برين خلاص، يبقى ده ديسربريت، ده ديسربريت، ده كل ده بيحدد الديجري اوف ديبريشن. العيان في الغالب برين ديس مفيش اي ريسبونس لبين في الستيمولس فلات، لانه لو ان العيان عمل فيه فليكشن يعني ذلك ان الكورتكس بس هو اللي لوست، لكن البرين ستيم موجود. اللي بيعمل الفليكشن ده هو الريتيكولار نيوكليس النيوكلياي اللي موجوده في الميد برين، يعني الميد برين موجود هيعمل ده. طيب لو ان الميد برين راح بس الفيستيبولار نيوكليس شغاله تعمل بوشرنج اكستنشن، ده يبقى ده ميد برين وده بونز، لازم يكون ملوس لان لوست فلات، تعمل مفيش ريسبونس للبين خالص، لا فليكش لا بوشرنج ولا اي حاجه. المهم بقى هو الابنيا تيست، ده البري ريكويزيت للابنيا تيست. الابنيا تيست ده معناه ان العيان ما بيشوهوش السي او 2 خلاص، مفيش اي فولنتري او حتى ريفلكس ووشنج للسي او 2. الريكويزيتس دي لازم تكون العين نورمو تنسيف ضغطه فوق ال 100، نورمو ثيرميك ضغطه حاطه فوق ال 36، ايو فوليميك يعني العين مش شوكد اهو، دي هي نفس المعنى برضه تمام. ايو كابنيك يعني هدول، طب العين اللي هو كان سي او 2 اصلا عالي وسي او بي دي ما ينفعش تعمل له ابني تيست. مش هايبوكسيك يعني، مش هايبوكسيك يعني مع الماشين مش هايبوكسيك تمام. طب العين لا ده اي ار دي اس ومش نافع، ما ينفعش تعمل له التيست ده تمام. نو ايفيدنس اوف سو تنشن زي ما احنا قلنا، الصوت قطع تاني يا دكتور احمد. امتى تعمل ان دي تيست بوزيتيف وامتى؟ دكتور احمد ما فيش صوت يا دكتور احمد. دكتور احمد
دكتور احمد،
سامعني كده؟ ايوه كده تمام يا دكتور، انا كده سامعك. كده سامعني بس. طب انا ابتدي من فين؟ هو اخر حاجه انا كانت ظاهره على السكرين الابنيه. الابنيه تيست، يعني انا مثلا من الابنيه تيست نفسها بريكويزيتس ولا البروسيدور نفسها؟ لا البريكوزيت. طيب ماشي. معلش يا باشا، احنا حاولنا نكلم حضرتك على الشات بس غالبا كان فاصل يعني. معلش. طب انت كده سامعني، خليك اديله فيدباك يا جماعه عشان انا ممكن افصل وانا مش داريان يعني. ماشي يا باشا، بس حاليا ما فيش سكرين يعني، حضرتك ما فيش شيرنج للسكرين. ما فيش شيرنج للسكرين. ثواني خليكم معايا. فين شيء؟ شيرد كده ولا لسه؟ ايوه ايوه بس كده تمام كده تمام تمام يا باشا. تمام هتفيدي في الابني تيست كده تمام. طيب الابني تيست بريكويزيتس بتاعت الابني تيست، رقم واحد لازم يكون عن نور السيستول بتاعه فوق ال 100، نورمو ثيرميك لو كان في العيان عملت له اندكشن اوف هايبوثيرما تستنى لما البادي تمبريشن بتاعته ترفع فوق 36، ايو فوليميك ايو كابنيك. بص لازم ما يكونش فيه ريتنشن للسي او 2، لو العيان فيه سي او بي دي او ما الى ذلك ما ينفعش تكون اعمل له ده. دي البريكويدس دي مكتوبه من ايه؟ الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي تمام. طب لو العيان سي او دي اختار له حاجه ثانيه، ما تعملش الابنيتست، ما ينفعش تعمل له ابنيتست. ابسنت اوف هايبوكسيا، لو العيان ذات نفس مثلا اي ار دي اس ومش نافع وهيبوكسك على الفنتيلتور، ما ينفعش تعمل الابني تيست، ما ينفعش تعمل له الابني تيست. طيب البروسيدور نفسها، رقم واحد فري اوكسجينيشن 10 مينت 100% اوكسجين، بعد كده هتقلل الفنتيليشن بريسنج ل 10 والبيب تخليه 5. طب انا مش قادر اقلله 5، ده عين اي ار دي اس، العين كذا كذا كذا، ممكن تزود البريسنج ده مثلا 15 ممكن تزوده 10، لكن اكتر من كده ما ينفعش تعمل الابني تيست. ليه؟ لان انت هتحط قسطره، خلي بالك انت هتحط مكان الفنتليتور قسطره اكسجين، قسطره عاديه كده متوصله بالفلوميتر 100% 6 ل 8 لتر، فاذا كان العيان محتاج بيب عالي اصلا يو كانت مينتين الساتوريشن بتاع العيان، يو كانت مينتين الساتوريشن، وكده مش هتنفع تعمل ابني تيست. يبقى لازم العيان يكون ايه، واخد مينيمال سبورت من الاكسجينيشن. اعمل له ازاي بقى؟ اعمل له ازاي اعمل ازاي ان هو برين ديس؟ هقول لك بالاختبارات الثانيه. يبقى هتعمل ده 10 مينت بري اكسجينيشن، تقلل البريسنج، تقلل كذا، وتتاكد ان الساتوريشن بتاعك 95 قبل تسحب بلاد جاز، خلاص 95% من البلس اوكسيمتر، تسحب بلاد جاز از ابيز لاين، بعد كده ديسكونكت من الفنتليتور، تحط القسطره، قسطره عاديه وصلت الاكسجين العاديه اللي موجوده بالفلوميتر، تحطها بقى قسطره التشفيط وتدخلها جوه الانبوبه الانتراكيل تمام، وتستنى على العيان. لو انه كام لتر؟ 6، ممكن تخليهم 8 لتر لو اتبع ضغط العيان، لو السيستول بتاعه نزل اثناء الابن تيست تحت 90 او دي ساتوريت تحت ال 85 فيل التيست فيل، لا تقول عليه بوزيتيف ولا تقول عليه نيجاتيف، لازم العيان كان ويستاند. يبقى هيمودايناميكال ستيبل اثناء الابن تيست زائد الهايبوكسيا ما تكونش موجوده بروفاوند، ما تكونش تحت ال 85. لو انه العيان لا ستيبل والاوكسيمتر بتاعه ما نزلش، خلاص هتشوف غازات بعد 8 مينتس، اللي هو مكتوب 8 مينتس يعني. انا ما يعني انا نفسي ما شفتش عيان بيستحمل، لو هو كده ما بيستحملش اكتر من يعني 30 ثانيه لواحد ثانيه يعني. في الغالب احنا قبل الناس بنعمله ده يعني في كلام يعني تمام. هنستنى لو سوته بتاعه رفع فوق ال 60 او رفع في 20 فوق البيز لاين، هتقول عليه ابن تيست بوزيتيف. امتى تعمل ديكليريشن للديس؟ خلاص العيان دايت فعلا يعني دايت، اول ما سي او 2 يجي لك بالغازات عاليه فوق ال 60 او 20 فوق البيز لاين، قول العيان ده ايه؟ برينديس. في الغالب معظم العين ما بتقدرش تعمل ابني تيست لاسباب اخرى، اضطر بقى استخدم الحاجات دي، حاجه من اربع حاجات. لما استخدم الانجيوغرافي لما بيحصل برين ديث، برين ايرريفرسبل، كومبليت،
ستوب لكل البرين فانكشن سواء كان هيمسفيريكال او برين ستيم. البرين بيحصل له نكروزس وسويلنج، فكل البلاس فيزز الموجوده فيه بتبقى كولابسنج. فلما تيجي تعمل له انجيو، ده نورمال انجيو. كمان ممكن تعمل انفيسيف انجيو بالقسطره، ممكن تعمل انجيو اي سي تي انجيو، ده انترنال كاروتيد يمين وشمال ومدين انتيريور ميديال سيبرال وانتيريور. بص العين الدايد ده، البرين برين ديس ده يا دوب جاست بس الانترنال كاروتيد مش اي حاجه ثانيه. ايوه برضه مفيش صوت؟ هو احنا الصوت شغال عندنا احنا بس. تمام. طب السيبر انجيو ده كويس؟ الصوت فصل تاني، الصوت بيقطع. السيبر انجيو ده كويس؟ دكتور احمد الصوت قطع خالص. مش عارف والله يا فندم. وطبعا في لود على الانترنت اساسا يعني زي ما انتم عارفين. الصوت عندنا موجود. يكون مشكلة احنا موجود عندنا يا فاطمة. تمام. هنحاول ادي ده نورمال انجيو سيربرال انجيو، وده الابنورمال ده عين برينديس مفيش فيزلز او فيزلز تايني 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 تايني. تمام. دي ما تنفعش تعمل بلاد سبلاي للبرين. يبقى ده لو العين قبل تيست ممكن تعمل له ايه؟ ابنس فيلد، مش عادة تعمل ابنس، تعمل سيربرال انجيو سواء كان انفيسيف او سواء كان سي تي انجيو، او تعمل اي اي جي 10 مينت نورمال. ده بيتا ويف وده بلينك، فتح مفتح عينه. ممكن اقول لهم كوماتوز ما تلاقيش في بلينكينج، بس لا في الفا ويف بدل البيتا ويف، ممكن تلاقي سيتا كده، لا في سيتا ولا في دلتا ولا حاجه، ده ايه فلات. تمام. بعد كده ترانسكرينيال دوبلر، ترانسكرينيال دوبلر ده البروب. تمام. هنحطه فوق ازاي؟ جوماتيك بون، ولازم يجيب لك دوبلر بالمنظر ده، يجيب لك سيجنالز. مش رقم واحد، مش كل الناس عندها هذا الويندو، مش لازم، مش كل الناس ممكن تقدر تعملها ترانسكرينيال دوبلر. وده اوبريتور ديبندنت، ده نورمال، ده الميدل سيبر الارتري، ده البيك سيستول وده الدايستول. الدايستول مش بيصل للبيز لاين لانه في دايستوليك فلو، هاي ميتابوليكالي اكتف تيشو، ما بيبقاش في دايستوليك للزيرو، بيبقى في ايه؟ في دايستوليك فلو. لو لقيت بالمنظر ده ايرلي سيستوليك وفي ده في دايستوليك ريفرزال. طب لو قال لي ده مش شايف فيه فلو خالص، لو قال لك مش فلو خالص يبقى ده في مشكله في ايه؟ يبقى في مشكله في الاوبريتور نفسه او العين ما عندوش ويندو. ما ينفعش تاخد بايه؟ ابسنت، كومبليت ابسنت اوف سيجنالز، ده مش ريلايبل. لازم يكون في ايرلي سيستوليك او يكون في الدايستوليك ريفرزال. ده التكنيشيان بياخد العين انترافينوس، وبعد كده شويه شويه بالثواني كده تعمل تصور. تمام. ده الانترنال كاروتيد، ده الانتيريو سيريبرال ارتري، وبعد كده ده ايه؟ ده الفينس، الفينس فيز، ده السوبر سيريتال. ده بص ركز معايا، ده النوز بتاعت العيانه اهي، وده الهيد مش واخده اي تريس. دي اسمها ايه؟ هوت نوز ساين. هوت نوز يعني السيركيليشن بتاعت الاكسترنال كاروتيد شغاله لكن انترنال كلها مش شغاله. ده خلاص برين ديس. امتى الدوكيومنت؟ الدوكيومنت لما يجي لك الغازات فيها سي 2 عالي اكتر من 60 او اكتر من 20 من بيز لاين، او تيجي لك الايه؟ التقرير بتاع الدكتور بتاع الاشعه سواء كان كذا بدوبلر او كان انجيو او ما الى ذلك. ان هو ده البرين ديس. تمام. الكوز اوف شوك بوست ارست، لا اما كونتينويشن بريسيبيتيتنج كوز، الان اصلا كان في الاول كان شوك، او مايوكاردال ديسفانكشن، او لوس اوف فازو اكتيف سنتر الموجود في الهايبوثالاماس. تمام. وده في الاخر في الغالب زي الهاي سباينال كورد انجري او ما الى ذلك، فازو دايليت لا مفيش سمباثيتك تون، او اكوت ادرينال فيلير. تمام. مفيش هايبوثالاماس. الدايت انسبس في الحقيقه ما بيموتش من اول يوم، يعني في الغالب بتكتشف بيوم او بعد يوم او ثالث يوم ان العيان بيجيب هاي فوليوم 10 12 15 لتر دايلوتد يورين، في الغالب بتكتشف ان هو دايت انسبس، وده في الكومن يعني في برندس هايبوثالاميك دامج، او السيرس، ودي بعد اول يوم بقى سيستميك انفلونزا زي كانها تشبه السيبسيس لكن زود فوكس اوف سيبسيس. الحاجه ديت هي في اخر حاجه، بس انا عايزكم تركزوا عليها. كوما يعني العيان مش ويكفول ولا اوير. الاويرنس كورتيكال فانكشن هيمسفيريكال فانكشن الاوير اويرنس، اما ويكفول يعني العيان في برين ستيم اراوزال سنتر شغال. كوما الاثنين مضروبين، الاثنين بالتخدير، لا العيان ويكفول ولا اوير. تمام. امال طب لو هو العين كونفيوزد او ستيوبرس او كذا، العين ده اراوزبل، اراوزبل العين دي عملت له فيربال ستيمولس او عملت له نوشس بينفول ستيمولس فيربال او بينفول ستيمولس واستجاب، الاراوزال سنتر شغال، البرين ستيم شغال، مش البرين ستيم من يكولاي موتور شغال، بتكلم على ريتيكولار اكتيفيتنج سنتر اللي هو الاراوزال سنتر، ريتيكولار اكتيفيتنج سنتر. تمام. اظن ان انا جايب صوره للبرين. ده الهيمسفير فايدته بس الايه؟ الاويرنس، السيجنالز اللي جاينا اللي جايه له يفهمها. تمام. لكن انت اراوزبل اويك صاحي
ده فايده الايه ريتيكولار اكتيفيتنج سنتر. ريتيكولار اكتيفيتنج سنتر ده شويه نيكولاي كده متنتورين فوق فوق البوستير بارت بتاع الميدالا والبونز والميد برين، وودوهم للانتر ميدالا النيكولاي بتاعه السالاموس، وبعد كده بتودي كل الكورتكس. الجزء ده هو المسؤول عن الاراوزال، الجزء ده هو اللي بيخليك تفوق تصحى، لكن اللي تفهم هو الهيمسفيرز. الهيمسفيرز تمام. فالكوما الاثنين متاخدين. طب ستيوبرس وكونفيوز وكذا، لا ده مش كوماتوز، ده مش كوماتوز. ليه؟ لانه في مينينجفول اويرنس. مجرد ما انت تعمل لوكاليزيشن للبين او انك تتكلم، سواء كان انكوهيرنت سبيتش او تطلع كلمات، ده كورتيكال فانكشن، تطلع كلمه ازاي من غير ما يبقى في كورتكس موجود. تمام. فالكوما تشترط للاثنين دول. امال ايه فيجيتيتيف؟ الفيجيتيشن ده، الفيجيتيف ده ايه؟ ده واحد البرين ستيم ريتيكولار اكتيفيتي سيستم ريكفرد، لكن للاسف كل الهيمسفيريك فانكشن راح، باي هيمسفيريك فانكشن راح، ما فيش عنده فيجيتيتيف. اما بيرسيستنت وبيرمننت ده تايم، لو ان هذه الستيت كملت 1 مانث افتر، سواء كان تروماتيك برين انجري او نون، مثلا بيرسيستنت لو بعد 12 مانث من التروما او بعد 3 مانث من النون تروماتيك بنسميها بيرمننت. دي تايم، دي تايم بيرسيستنت وبيرمننت ده تايم. لكن بيرسيست، لكن فيجيتيف نفسها بشخصها ايه؟ ممكن بعد ريكفر بثلاث ايام. تمام. المينيمال كونشس ستيت ما تشغلش دماغك بيها كتير، هي زي الفيستيبولار ستيت، هي زي الفيستيبولار ستيت، لكن العين بيدي ايه بعض الساوند ريسبونس للبين في الاستيمولاي، وممكن يبقى في معاه سبونتينيوس موفمنت، العين بيتقلب يمين شمال، بيضحك لما يشوف حاجه كذا، لكن هو طبعا ايه معظم الهيمسفير فانكشن راح. ما تشغلش دماغك بالمينيمال كونشس ستيت، معظم العين بتبقى فيجيتيف، ولو في شويه ريسبونس بتقل على المينيمال. مينيمال في فرق بينهم بقى، دي حاجات ما مش عايز اتدخل فيه، بس انت اعرف ده فيجيتيف، الفرق بين الفيجيتيشن والفيجيتيشن والكوما. طيب ادي الكوما ان اوير وان اراوزابل. الفيجيتيف ان اوير لكن ايه العيان اراوزابل. طب تعرف ازاي ان هو اراوزابل طالما ان هو ما بيديكش اي مينينجفول ريسبونس؟ يعني قلت له بينفول، ما فيش كورتكس، مش هيديك حاجه، لكن العين بيرجع السليب ويك سايكل، تلاقي العين بيفتح عينه وبينام، يفتح وينام، مش يفتح ابيليبسي ولا فيتس، لا لا بقى بيفتح مثلا ايه طول النهار، فتح عينه عادي خالص وتلاقيه بينام ويفتح، رجعت السليب ويك سايكل، يبقى ايه برين ستيم ريكفر. اللوك دي ان سيندروم دي معناها انه ايه البيزس بونتز نفسها حصل لها انفاركشن، او سمحها حصل لها دي مايلينيشن مثلا عن هيمونتريمك، صلحت الهيمونتريم او هايبرنتريم وما الى ذلك، فده تلاقي العين ايه ده الكورتكس فايق صحي، هو اراوزابل برين ستيم اللي هو الريتيكولار اكتيفيتي صحي، لكن ما يقدرش يحرك من جسمه غير او اول اربعه، يعني مفيش غير اول اربعه كرينيال نيرف اللي فاكتور طبعا عشان ده مش بيعدي على البرين ستيم، والاوبتيك مش بيعدي على البرين ستيم، ثلاثه واربعه هم اللي شغالين. يعني بيفتح ممكن يرفع عينه لفوق ويرفع عينه لتحت، قدمتم على كده بس، لكن اي حاجه ثانيه مفيش. السليب، يقول لك طب ايه الفرق بين السليب والكوما؟ وانت نايم انت اراوزابل، ممكن يعمل لك بينفول ستيمولس تصحى، كل طبعا الستيج بتاعت السليب اللي انت فيها، كل ما كانت سوبرفيشال ستيج واحد واثنين او الريم سليب، كل ما كان تفضل تبقى ويكفول، لكن لو ثلاثه واربعه تبقى محتاج مور ديب. لكن خلي بالك السليب كمان ده اكتف بروسيس، انت مش بتنام بس، ده في بحث البيوكيميكال تشينجز في البرين ستيم، سيروتونين يرفع الدوبامين بيقل عشان تنام، يبقى دي اكتف بروسيس عشان ما حدش يتلخبط بس بين. عايز اشرح الجهاز والكوما سكيل مش بالتفصيل، انا بس بقول لك الكوما تساوي ايه؟ لازم الكوما يكون اي اوبننج واحد، مفيش حاجه، مفيش ريسبونس. بعد كده الفيربال ستيمولس، الفيربال ستيمولس ممكن ايه؟ لا اما مفيش فيربال، لا اما تكون ساوندز، مثلا بس لارينكس ممكن تتم على مستوى الهايبوفيلوستال نيرف ولا الفيجاس نيرف ولا ما الى ذلك، حاجات ايه؟ حاجات برين ستيم. تمام. ايه تاني؟ لا اما الكوماتوز يكون مفيش ريسبونس للبين، لا اما يكون اكستنشن لافليكشن، ممكن يعمل وذرول على مستوى البرين ستيم، لكن ما عمره ما بيلوكالايز على مستوى البرين، ده كورتيكال. يبقى الكوماندز اوبينج ولوكالايزيشن واي اورينتيشن او ساوند او 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 سبيتش كامل، كلام كامل، ده كله كورتيكال، ده كله كورتيكال. يبقى اتليست العين الكوماتوز يكون الكوما سكيل بتاعه ايه؟ الكوما سكيل في الكوماتوز مش البرين ستيم، عشان ما اقول البرين ستيم، برين ستيم فلات. اتكلم على الكوماتوز، واحد اهو واثنين اهو وايه؟ اربعه، ثلاثة وأربعة سبعة، يبقى اتليست يكون كوماتوز أقل من ثمانية، سبعة فما تحت، يبقى العين كوماتوز، أكثر من كده لما تكون كوماتوز في حاجة تانية بقى. تمام. ما هي البروجنوستيكيشن؟ يعني العيان خلاص دخل في كوما وهو مش شوكد، يبقى إحنا قلنا الفينوتايب بتاع البوست أريست كام؟ عين صاحي أو ويتفول خلاص،
او عيان برين ديس ده خلاص قلنا الكريتيريا بتاعته، او العيان شوكد وده في الغالب هيارست تاني قلناه، لكن عيان كوماتوس بس ازاي تعرف ان هو هيدخل في فيجيتيتيف ستيت ولا هيريكفر من الفيجيتيتيف ستيت؟ نمسك الكريتيريا نيورولوجيك ايه كريتيريا، لازم تكون في رقم واحد تمام العيان مش سيديتد ولا ايه ولا واخد نيوروماسكولار بلوكر ولا حاجه، لكن لو ان العيان مش متطلب بالنيوروماسكولار بلوكر يعني مثلا انتوبيتد ايزلي انتوبيتد لا بيتحرك ولا بيشد الانبوبه ولا بيعمل حاجه ولا تديك صوره عن العين في الغالب مش كويس. طب البيوبيلر ريسبونس دايليتد فيكسد طول 72 ساعه، يعني يفضل انك ما تديش بروجنوستيكيشن للبوست كاردك اريست غير بعد 72 ساعه. لو العيان البيوبيلر ريسبونس 72 ساعه بايلاترال دايليتد فيكسد مش هيكمل يعني هيبقى فيجيتيتد في الغالب بور بروجنوستيك ساين. كوريال ريفلكس لوست 72 ساعه تمام. البوست موتور فلات 72 ساعه. او العين دخل في ايه مايكلونكس مايكلونيك فيتس شغال يدخل في ريكارنت مايكلونيك فيتس. في المايكلونيك فيتس في الغالب الباد بروجنوستيك بتبتدي في اول 12 ساعه، لانه في نوع تاني من انواع المايكلونس بتبتدي ايه بعد الارست مثلا او الانوكسيا ممكن بعديها بتبقى خمس ايام، ده مش باد لكن اللي بتبتدي سريعا. في بايوكيميكال ماركر نيورون سبيسيفيك انوليز، لو نيورون سبيسيفيك انوليز اكتر من 33 نيورو تمام برضه بعد 72 ساعه باد بروجنوستيك ساين الاي اي جي لو العين عامل اي اي جي ويتو فلات طبعا ده في الغالب ده برينديس. لو لقيت في بيرس سبريشن يعني في اكتيفيشن بيحصل سبريشن اكتيفيشن وسبريشن او جينوز بريودك زيها بس اطول منها شويه، او تعمل حاجه اسمها ايه سوماتو سنسوري ايفوك بوتنشال في كومبوننت الكتريكال كومبوننت تمام. لما تعمل ايه ميديا نيرف اكتيفيشن تعمل ايه ميديا نيرف اكتيفيشن بريفرال وتشوف الكورتكس فيه ريسبونس لهذه الاستيميوليشن ولا لا تمام. لو لقيت الكومبوننت ده لوست ده باد بروجنوستيك ساين، احنا في الغالب ما بيتعملش الكلام ده، او تعتمد على الايمج برين ستيم البرين اسف كله سورين برين اديما كومبريست فينتريكلز وما الى ذلك. انا عشان ما اطولش عليكم تمام انت بس اعرف بس البروجنوستيكيشن اللي هي كلينيكال اسسمنت تمام البيوبيلري والكورنيال ومفيش موتور فانكشن والمايكلونس وفي الغالب ما تحكمش عليه غير بعد 72 ساعه ده الافضل تمام. والبايوكيميكال الانوليز هو المكتوب حتى الان سبيسيفيك تمام يكون اكتر من كده، او الاي اي جي بير سبريشن او جينيز بيريودك كومبلكسز او سبونتيني او الاس اس اي بي سوماتو سنسوري ايفوك بوتنشلز مش موجوده الان 20 ده لازم تعرفوا الكلام ده يعني طبعا الناس الكريتيكال كير يعني. او الايمجنج انا مش هشرح الايمجنج النهارده بصراحه عشان انا حسيت نفسي اني طولت عليكم تمام، هنسيب الايمجنج ده بعدين خالص هنشرحه في درس وحديه. ده البيرس سبريشن تمام ادي ده بيرس اكتيفيتي وسبريشن بيرس اكتيفيتي وسبريشن ده البريوديك زيه بس الايه بس الاكتيفيشن بيبقى طويل شويه وتبقى جنرالايزد جنريزيان في كل التشانلز الموجوده تمام. اخر حاجه دي هشرحها وهنكمل الايمج بعدين كده اعدكم ان نكمل الايمج بعدين تمام. البوست اريست انجري هل السي بي ار بيعمل انجري؟ بيعمل تشيست ريب فراكشر؟ طب هل نبطل ريسسيتيشن عشان لا ممكن يحصل فيه ريب فراكشر، ممكن يحصل استيرنال فراكشر، ممكن يحصل فيه نيموسوركس، ممكن يحصل فيه لان كونتيوجن، ممكن يحصل فيه ليفر لاتيريشن، سبلينيك رابشر، ميديوستاينال هيموريج، كل ده ممكن يحصل، ولان كونتيوجن، كل ده وكل لابس، كل ده ممكن يحصل من الستيشن، لكن طبعا ده تقول له تعيش بريب فراكشر ممكن يهيل ولا تموت؟ اكيد العيان لو انت لو سرجت للعيان وتتكلم بلسانه يقول لك انا هعيش وريب مكسور مش مشكله يعني تمام؟ فالريب فراكشر وارد جدا وانت بتعمل ريسستيشن. لكن البيبر دي اللي منشوره طبعا هي منشوره من زمان بتقول لك ايه انه الاكس راي اللي بتتعمل في العنايه دي مش سنسيتيف انف ان هي تعرف الريب فراكشر. في الغالب بتتعمل سوباين اكس راي، والسوباين اكس راي غير البوستر انتيريور اكس راي غالبا ما بتشوفش كويس الريب فراكشر. طبعا بيشوفوها هم في الاتوبسي عندهم اتوبسي وما الى ذلك تمام. وده واحد بيقول لك ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل ريتروفيرجينال بليدنج تراكيال ليجنز ريب اند ستينر فراكشر. البيبرز مختلفه في الريت بتاع الريب والستينر فراكشر من 13% لكام؟ 97% تمام. ستيرنال اند ريب ممكن يحصل في ستينر فراكشر. ستينر فراكشر
ستومك ليجن زي انا ممكن يحصل ألسريشن او ما الى ذلك او كونفيوجن او هيموريد ممكن يحصل ليفر كومن تمام خصوصا لو انت منزل ايدك عن داخل في الابيجاس لما تعمل ريسيتيشن ممكن تعمل كونتيوجن للليفر ان كومن يحصل في ربشر سبلين ممكن يحصل له ربشر تمام فده ممكن وارد ممكن يحصل بوست ريسيتيشن ده انجري منه يبقى احنا ان شاء الله في اللقاء القادم ان شاء الله هنشرح بس الايمج هندي صوره مبسطه على الايمج اللي ممكن تعملها امتى لو العين بوست اريست لو العين مش كفرد نيوريكال وتقراها ازاي يعني برين اديما برين اديما تفرق سايت توكسيك من ال الدامج في البلود برين بارير تعرف الفرق بينها ازاي بالام ار اي والسي تي كلام يعني مش هيبقى اندبس طبعا انا مش راديولوجيست لكن هو هيكون ايه بعض الهندس على ان ممكن تقرا بوست اريست ام ار اي بوست اريست سي تي تديك بروجنوستيكيشن عندها هيريكفر من الكوما اللي فيها ولا في الغالب هيدخل هيباستو فيجيتيف ستيت بعد ما نخلص الايمج ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله هندخل بقى ايه الاي سي ال اس اخر برادي كارديا وتاكي كارديا بس احنا هنكتفي بالبرادي كارديا وتاكي كارديا الاي سي ال اس بس يعني هاو تو مانج برادي كارديا ان جنرال هاو تو مانج السيمبتوماتيك برادي كارديا سيمبتوماتيك برادي كارديا ادفانسد كارديك لايف سبورت اوف سيمبتوماتيك برادي كارديا اوف سيمبتوماتيك تاكي كارديا او اي تاكي كارديا تمام الاثنين دول ان جنرال لكن بعد كده ان شاء الله هناخد باذن الله ربنا ادانا عمر وادانا مجهود وصحه واداكم ان شاء الله هنشرح البراديكارديا وحدها والتاكيكارديا وحدها وكل تايب تمام ونشرح الديفايسز بيس ميكر والاي سي دي ربنا ادانا عمر ان شاء الله تمام اسمعكم في اي سؤال في اللي فات ما عدا الى الايمجينج اتفضل مساء الخير دكتور احمد شكرا جزيلا على المحاضرين الله يخليك يا فندم انا عارف ان فيها اجزاء ثواني بس انا عارف ان فيها اجزاء قد ما تشغلش بعض الناس كتير بوست اريست كير ده بتاع الاي سي يو انا بشوفش العين غير انا بعمل ريسيتيشن بس ويترمي في العنايه معلش يعني ويروح العنايه وخلاص بتوع العنايه هم اللي هيشيلوا الشيله لا انا بقول عايز اقول لك ازاي تعرف بروجنوزس ويعني برين ديس وتشخصه ازاي انا اظن ده برضو مفيد لشغل العنايه يعني اتفضل هو سؤال في المحاضره اللي فاتت بعد ما كده اتفضل في الاثناء السكشن كان ايه راح حضرتك في موضوع ان انا بحط سلاين او بايكارب او استالسستين عشان الانستيسيد ميوكس السلاين ما عليهوش غبار السلاين ما فيش كلام فيه يعني بس استرايل البايكارب فيه عليه كلام يمين شمال الانستالسستين طبعا مش انستالسستين الباكو البودره اللي حضرتك بتعمله ده لازم يكون استرايل لازم يكون اللي بيتاخد اي في اللي استايل سيستين لازم يكون اللي بيتاخد اي في لازم يكون استرايل ما تدخلش حاجه في التراكيه الا لما يكون استرايل مش تجيب حاجه وتعملها ريكونستراكشن وتعملها وتخلطها وتديها للعيان يبقى لو عندك ان استايل سيستين فايل ممكن تديه لكن بيعمل سيفير برونكوسبازم يبقى الان استايل سيستين هيعمل سبونكل بس مش في عيان ازماتيك يعني او عيان في رياكتيف اير واي وهو سي او بي دي عشان تعمل له كليرنج للاير وايز يبقى الان استايل سيستين لو عندك فايل ممكن تستخدمها كوشسلي لو العيان ما فيهوش رياكتيف اير وايز لكن السلاين خلاص كله مقتنع بيه ان السلاين بيتعمل بيه بديلوت الانسباسيت سوليوشن البايكارب في بعض الناس بتستخدمه مفيش كلام مكتوب ان البايكارب لكن طالما البايكارب اصلا فيها كونسنتريشن صوديوم زي النورمال سلاين ممكن تستخدمه بس يكون طبعا ايه معظم البايكارب عندنا احنا امبولات يعني ما بتتحلش يعني ممكن ده وممكن ده السلاين والبايكارب ان السلسلين انا قلت فيه كلام تمام شكرا يا في اي سؤال تاني يا جماعه طب يا دكتور احمد بيقولوا البايكارب برضه بيعمل نيمونايتس ف يعني يفضل ان انا ما استخدمهوش برضه ما انا قلت لك هو الكلام الستريت في السلاين الكلام اللي مش ستريت اللي ممكن اقول لك طب ما ده زي ده ممكن تستخدم ميبي لا هو لا كنت بعد ما حضرتك خلاص النقطة دي كنت هتكلم برضو على ان استايل يعني اقول ان حضرتك بستخدم ساعات اللي هي الباكت البودرة ساعات العين يكون difficult intubation ويعني مش عايزة اطول عليه وكده فبحاول الصراحة اسلك الانبوبة باي طريقة فساعات بستخدم الان استايل ما انا بقول لك هي مشكلة الان استايل خلاص احنا قلنا الان استايل لو استرايل يبقى في مشكلة في الارواي اللي هو بيعمل برونكوسباز خلاص دي على جنب لكن مشكلة لو انت بتحليه وتحطيه يعني هل البودره دي معموله انها تتاخد اورال والاورال لا يشترط فيه ان هو يكون سترايل يعني مش لازم يشترط ان يكون الحاجه الاورال دي سترايل يعني ما فيهاش سبورز ولا اي لا ممكن تستخدم عادي يعني مش اللي هي لكن في حاجه انت هتعمليها فيديو كنت تخلطيها وتوضع ما اظنيش ان الانفايرمنت اللي انت هتحطيه كومبليتلي سترايل ففي الغالب هيبقى فيه انفكشن
بياخدوا قسطرة التشفيط تلمس السرير وبعدين تتحط في الأنبوبة يعني. لا انا ما اظنش، انا اظن بس هي الموضوع انك تحلي وبعد كده حليتيه وعرفت ان هو كومبليتلي ديسولفد جوه السلاين ده، ما فيش اي حاجات موجوده فيه، ما مش يعني ما اظنيش ان هو زي الفايل الترانسبيرنت اللي انت هتشوفيها دي، ترانسبيرنت، لكن هي التحفظ بس على ان هي ديت ممكن تدخل تعمل انفكشن خصوصا انت بتحليها وما الى ذلك، زائد البرونكوسكوب فقط. تمام، شكرا خالص دكتور احمد. استفدتوا بحاجة؟ طبعا 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 طبعا، كلام كبير يا دكتور احمد، بس هو محتاجين البي دي اف اللي حضرتك كنت، او البيبر اللي حضرتك كنت قريت يعني واخد منها، بحيث ان احنا برضو نقرا تاني، عشان الكلام ده محتاج قرايه كذا مره لانه كلام كبير يعني. البوست ارست طبعا ده هتلاقيه في السيركوليشن، ادخل السيركوليشن واكتب بوست كاردياك ارست سيندروم، هيت لك يعني ريفيو كامل عن الكاردياك اللي بيحصل في ايه والسيرس اللي بتحصل والكاردياك ديسفانكشن وما الى ذلك. اما البرين ديس نفسه فديت الامريكان كوليج اظن، او الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي، امريكان اكاديمي اوف نيورولوجي، هتلاقي فيها الريفيو كامل ده بتاع البرين ديس. ايه تاني انت عايز تعرفه؟ برين ديس والبوست كاردك اريست ده اظن هو ده المكتوب يعني. اما الالجوريزم بتاع الريستريشن نفسه ده موجود طبعا في الاي سي ال اس، موجود في اي كتاب، الالجوريزم مكتوب على النت موجود، بس تاكد بس ان هو بتاع 2015، انا من ساعه 2010 موجود، تاكد بس ان يكون ابديتد يعني. تمام ماشي، مش كتر خيرك، شكرا يا دكتور احمد، تعبنا ان شاء الله، نلقاكم في لقاء قادم ان شاء الله، قريب ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم. شكرا. شكرا.